كتير، ناس كتير بتستغرب ازاي واحده ست واقفه في ورشه، ازاي واحده ست بتشيله خشب ماشيه بيه في الشارع. اسمي اسماء مجاهد وعندي 32 سنه، بشتغل في النجاره وفي التجديد وفي الدهانات. بنشتغل في الموبيليا بقالي 5 سنين انا وجوزي هنا في ورشتنا. نزلت معاه مش يعني انا ما نزلتش بدافع ان انا نازله اشتغل او نازله ان انا اتعلم المهنه، لا انا كنت بنزل معاه عادي يعني ان انا اقعد معاه في الورشه اكمل اليوم كده. انما بدات بقى هو يعرفني على العدد، بدا يقول لي دي ناولين الحاجه دي مثلا دي اسمها كذا، ناوليني دي امسكي معايا دي، روحي اشتري لي حاجه، الكلام ده كله. بدات بقى ان انا ادخل في معاه في النجاره. بدا يبقى فيه تشجيع بقى من الناس الكبار، وربنا يقويك يا بنتي، انت يعني ليكي اجر عند ربنا ومش عارف، الناس دي بتقول كلام كده يشجع الواحد ان هو ايه يستمر. احنا في اول البدايه كنا بنجدد الموبيليات القديمه، ما كناش بدانا نصنع جديد ولا كان عندنا معدات اصلا خالص. كنا اي حد عنده حاجه قديمه عايز يجددها نعملها له. فده خلانا متميزين ان احنا عندنا حل لكل حاجه بتتعمل، يعني اي حاجه في الموبيليا فيها خلل احنا الحمد لله قادرين ان احنا نعالج ده. بدانا بقى قلنا طب احنا ليه ما نصنعش جديد، وفي تصنيعنا للجديد نتلاشى الاخطاء بتاعت الحاجات اللي احنا كنا بنشوفها واحنا بنصلح القديم. بالنسبه بقى لاهلي، انا بنت وحيده عن 3 صبيان، والدي متوفي، والدتي ربنا يديها الصحه، هم كلهم في الاول طبعا اكيد كانوا رافضين. هما شايفين ان انت هتقفي في الشارع يعني هتبهدلي نفسك، يعني تتعاملي مع رجاله يعني ممكن تتعرضي لاي خطر، هتتعاملي مع معدات كبيره يعني ممكن تتعوري. بعد كده بدات بقى لما اخواتي يشوفوني يجوا يزوروني هنا في الورشه، يشوفوني واقفه شغاله، اعمل حاجه جديده، ابعت لهم الصوره اقول لهم بصوا انا عملت ايه، بقوا فرحانين بيا. بقى هما لما يعوزوا حاجات في بيوتهم يتصلوا بيا، طالما اتمكنت من وقفتي على المكنه او عارفه انا بعمل ايه خلاص، انا طول ما انا واقفه عيني على سلاح المكنه مش في اي حته ثانيه، انا واخده علاماتي على الخشب وكل حاجه، عيني على سلاح ماشي فيه، لو عيني جابت يمين او شمال ده اللي ممكن يحصل فيها حاجه. تعاملي مع الزباين في الاول الناس كانت تبقى خايفه تتعامل معايا، خايفين حاجتهم تبوظ تمام. بعد كده بقوا يشوفوا الشغل، جوزي بقى يقول لهم على فكره الحاجه دي وسط اسماء اللي عاملاها، جدا على فكره بحب كلمه وسط جدا، طول ما انا هنا في الورشه طول ما انا هنا في المنطقه. لما بتعامل مع حد، لما راجل يجي يتعامل معايا ويقول يا اسطى، دي بتحط حدود انه حاجات يعني حد هو ما يقدرش يتعدي، بتخلي الكلام كله ليه اتجاه معين. ده هنا في المنطقه وفي الورشه، انما طبعا في البيت ام وست بيت وكل حاجه.